وفي لقاء خاص مع أونلايف استعرض محافظ الغربية أحمد ضيف صقر تكلفة إنشاء المنطقة اللوجستية بمدينة طنطا ومعدلات الإنجاز التي تتم للانتهاء منها ودخولها إلى العمل، ما يوفر آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة. تكلفة المشروع حوالي 6 مليار جنيه، منهم 3 مليار فقط هيكون موجهين للمول التجاري اللي هيبقى موجود في هذا الشأن، يمكن هيبقى أكبر مول في منطقة الشرق الأوسط بإذن الله، وباقي المناطق أخرى في فندق 5 نجوم وفي بعض المناطق الأخرى اللي بتخدم على هذا الشأن، وفي نوادي وفي حمام سباحة، يعني هيشمل منطقة شاملة بإذن الله. يعني هيبقى مش أقل من 50,000 فرصة عمل هتبقى متاحة في هذا المكان لأبناء محافظة الغربية إن شاء الله. البداية هتبدأ في شهر أبريل القادم بإذن الله، هيتم تسليمه ويبدأ العمل في هذا المشروع.